بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذا سائل يسأل ويقول: ما معنى الآية في قوله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: إليه، أي إلى الله جل وعلا، يصعد الكلم الطيب، هذا فيه دليل على علو الله على عرشه، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى. والكلم الطيب ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وكذلك الكلام الطيب مع الناس، وقولوا للناس حسنا لمن أطاب الكلام. الكلم الطيب هو الكلام المشروع من ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك مع الناس كلام الطيب، والعمل الصالح يرفعه. لا يكفي الكلام، بل لابد من العمل، لابد من القول والعمل. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله سبحانه. إذا كان كلاما بدون عمل فلا يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم الاحتفال بعقد الزواج بين الزوجين إذا مر سنة أو سنتين، والتهنئة بينهما بذلك. التهنئة في أيام الزواج لا بأس بها، وأما إقامة المناسبة لها بمرور سنة أو أكثر، هذا من البدع والمحدثات، ولا أصل لهذا. إنما الوليمة التي تكون عند الدخول أو عند العقد، وهذه سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. كان صلى الله عليه وسلم إذا تزوج قدم للناس طعاما من الموجود. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يا شيخ: عند دخول المقابر ما هي الآداب، حيث نشاهد في وقتنا الحاضر أعمال ليست من هذه الآداب، ومنها التجمهر وكثرة الكلام وأيضا رفع الصوت والمشي على القبور؟ الكلام الذي يقال عند المقابر على قسمين: كلام الزائر إذا زار القبور يسلم عليهم كما يسلم على الأحياء، فيقول: السلام عليكم يا أهل القبور ورحمة الله وبركاته، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، أو نحو ذلك مما ورد في الأحاديث. أما كلام المشيعين مع الجنازة، إنهم يذكرون الله سبحانه في مشيهم ويدعون لها ويستغفرون لها، لكن لا يرفعون أصواتهم أو يكونون صوتا جماعيا كما يفعله المبتدعة، يقولون: وحدوه، قولوا كذا، ما تقولون بفلان. كل هذا من الكلام المحدث، إنما المشيعون لها يستغفرون لها ويدعون لها بدون أصوات جماعية، ويقتصرون على الأدعية الواردة مشروعة. ولا يجوز الإساءة إلى القبور بالوطي، لا يجوز الوطي على القبور، ولا يجوز الجلوس على القبور وإهانة القبور، بل تحترم وتجتنب ولا يدوس عليها، وإنما يمشي بينها. نعم. يقول السائل: أصيب والدي العام الماضي بمرض الضغط والسكر والقلب، وأفطر من رمضان 16 يوم ولم يقضي حتى الآن، هل يجوز لنا أن نقضي عنه وأن نصوم عنه؟ إذا كان يرجى أنه يستطيع القضاء ولو تأخر، إنه ينتظر، فإذا قوي على القضاء فإنه يقضي رمضان، لأنه مريض. الله جل وعلا رخص للمريض أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخر، كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. أما إذا كان لا يرجى أنه يستطيع القضاء، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو نصف من الطعام قدر ما أفطر من رمضان. قال تعالى: وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين. نعم. يقول فضيلة الشيخ: بأنني أتأخر عن صلاة الفجر وأدرك
الإمام ويكون الصف مكتملا فأصلي خلف الصف منفردا؟ أنت أسأت إساءتين، أولا التأخر حتى فاتك بعض الصلاة، عليك أن تتقدم لئلا يفوتك شيء من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقدموا أتموا بي، عليك بالتقدم لصلاة الفجر، تحتسب هذا وتعود نفسك عليه. مسألة الثانية وهي أخطر، أنك صليت خلف الصف وحدك، وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا صلاة لفذ خلف الصف. وقال ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، لا تصلي خلف الصف، ادخل في الصف إن أمكن، وإلا فانتظر إلى أن يأتي من يصف معك، وأما أن تصلي وحدك لا يجوز خلف الصف. نعم. هذا سائل يا شيخ أرسل بسؤال يقول فيه، هناك من يقول الشيخ صالح بأن العقيدة السلفية هي عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله فقط، وليست عقيدة السلف الصالح. هذا كذب وافتراء على الشيخين أنهما ابتدعا عقيدة من عندهم، بل إن الشيخين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أحيا عقيدة السلف الصالح، وأماط عنها ما علق بها من البدع والمحدثات والجهليات، فهما مجددان رحمهما الله ومتبعان لعقيدة السلف ومبينان لها، هذه مهمتهما رحمهما الله، فهم من جملة المجددين لمذهب السلف والداعين إليه. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بأنني أتعامل بتجارتي في التقسيط، ومدى عمري كنت أبيع وأشتري بالسيارات وغيرها من الجمسات، فكيف أخرج زكاة تجارة تقسيطي لهذه السيارات؟ نعم، يجب عليك أن تزكي ما تم عليه الحول من النقود ومن البضائع التي تعدها للبيع، سيارات وغيرها. النقود تخرج منها ربع العشر 2.5%، وأما السيارات والبضائع فتقومها بما تساوي سعر الحاضر عند تمام الحول، وتخرج الزكاة من قيمتها المقدرة ربع العشر أيضا. نعم. يقول أنا أقرأ في أحد كتب الفرائض، فمر حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له. نعم، ولي الأمر وارث من لا وارث له بفرض ولا تعصيب ولا ذي رحم، إذا مات ميت وليس له وارث من عصبته وأرحامه من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام، فإن ماله يكون لبيت المال، فإن ماله لبيت المال، لأنه مال لميت ليس له وارث فيؤول إلى بيت المال. نعم. له فقرة أخرى يقول في هذا الموضوع في الفرائض، الأخ المبارك والأخ المشؤوم، ما المقصود بهما؟ الأخ المبارك هو الذي لولاه لسقطت أخته فهو يعصبها، وأما المشؤوم هو الذي لولا وجوده لا ورثت أخته، لكن لما كان موجودا حرم من الإرث بسبب مانع من موانع الإرث، إما لاستغراق الفروض يعني لأصحاب الفروض ولم يبقى للعصبة شيء، وإما لغير ذلك. نعم. يقول السائل، إذا أردت شيخ أن أمتنع عن بعض المباحات في العبادات زهدا لا تحريما، فما الحكم؟ العبادات لا يقال فيها مباحات، المشروعة إما وجوبا وإما استحبابا، أما الفرائض والواجبات لا يجوز لك تركها، وأما السنن يستحب لك فعلها، وهي تكمل الفرائض، إذا حصل فيها نقص ترفع من درجاتك وأنت بحاجة إليها فلا تضيعها. نعم. يقول ما الحكم في النظر إلى المخطوبة وعلى ما يدل الأمر في عبادة انظر إليها؟ نعم، هذا من السنة أن الخاطب ينظر إلى مخطوبته ما يدعوه إلى الرغبة فيها، ينظر إلى وجهها يكفيها وإلى شعرها بحضرة وليها، أو يترصد لها وهي لا تدري فيرى منها ما يرغبه فيها، هذا سنة أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اذهب فانظر إليها، هذا أمر إباحة. نعم. هل تصح يقول شهادة النساء في عقد الزواج؟ لا تصح شهادة النساء إلا في المال أو ما يقصد به المال، كما قال جل وعلا في الإشهاد على البيع، استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أما غير ذلك من العقود من العقود فإن المرأة لا تشهد عليه، لا على النكاح ولا على الحدود ولا على غيرها مما لم يكن من المال أو ما يقصد به المال.
الجنان. نعم. من حوطة بني تميم السائل سين عين يقول: اشتريت أرضا بمبلغ من المال ويدخل في هذا المبلغ دين من أحد البنوك ولازلت أسدد فيه، وبلغ الآن سنة على مشتري هذه الأرض، هل عليها زكاة وكيف؟ أنا أخشى أن المال اللي من البنوك فيه ربا، لا تتعامل مع البنوك إلا إذا كان لك رصيد فيها تسحب منه فلا بأس، أما أنك تأخذ تستدين من البنوك هم لا يدينون إلا بزيادة، هذا ربا لا يجوز هذا. نعم. يقول: بالنسبة للدين الذي دفعته في هذه الأرض هل عليه زكاة؟ إذا حال عليه الحول قبل أن تدفعه وهو يبلغ النصاب ففيه الزكاة، إذا حال عليه الحول. نعم. وهو يبلغ النصاب. نعم. يبلغ النصاب فأكثر أو يضم إلى غيره من ما يكمل النصاب تجب فيه الزكاة وإن كنت تعده لسداد قيمة الأرض. نعم. يقول السائل: هل الحاج الذي في مكة في يوم عرفة هل له أن يصلي الضحى، وهل ينكر على من يصلي الضحى؟ لا، ما ينكر على النوافل المطلقة صليها المسافر والحاج وغيره، صلاة الضحى، صلاة الليل، الوتر يصليها ولا يتركها في الحج ولا في غيره من الأسفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره تهجد على راحل حيثما توجهت به. نعم. يقول: الشخص المقيم في الرياض هل يمكن له أن يحرم من جدة لأداء العمرة وقد ذهب لعمل في جدة؟ لا، يحرم من ميقات أهل الرياض وهو ميقات السيل الكبير قرن المنازل، يحرم منه إذا مر به قادما من الرياض وإن كان يريد جدة، يحرم بالعمرة فإن شاء أداها ثم خرج إلى جدة لعمله، وإن شاء ذهب بإحرامه إلى جدة وأنهى عمله له وهو محرم بإحرامه، ما إذا فرغ ينزل إلى مكة ويؤدي العمرة. نعم. يقول هذا السائل: تزوجت ابنتي من رجل وساءت العشرة بين الزوجين وبذلنا جميع الطرق للإصلاح ولكن لم يتم الصلح بينهما لزيادة المشاكل واستمرارها حيث أثرت على الأطفال وعلى ابنتي، وساءت نفسية الزوجة وهي ابنتي، وقد طلبنا من الزوج ولكن الزوج تركها معلقة. هذا لا بد أن تهون إلى المحكمة، كان عليها ضرر من بقائها في ذمته، عليها ضرر وأبى أن يطلقها، لا بد أن تنتهوا إلى المحكمة تفصل بينكم. نعم. مؤذن مسجد يأخذ راتب ويوصي العامل الذي في الغرفة أن يؤذن عن بعض الأوقات حيث يذهب لمشاويره وسفرياته، يعطيه نصف الراتب، ما الحكم؟ المؤذن مؤتمن، يجب عليه أن يلتزم بالحضور والأذان في وقته ولا يتساهل في ذلك، لكن لو عرض له عارض اقتضى سفره وهو عارض لا بأس أن يوكل من يؤذن عنه، الحارس أو غيره يوكل من يؤذن عنه أثناء سفره، السفر الذي ليس سفرا دائما أو يروح يتنزه ويخلي المسجد. نعم. يقول السائل: ذهبت لصلاة العشاء وكنت أسمع صوت الإمام عبر مكبر الصوت وهو يقرأ القرآن، فسلم علي شخص وأنا أمشي خارج المسجد، فهل يلزمني الرد عليه؟ نعم، يجب عليك الرد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته يعني أخاك فسلم عليه، فالبداء بالسلام مستحبة ورد السلام واجب، قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. نعم. يقول السائل: الشيخ، الزيادة في النواف غير الصيام في يوم عاشوراء هل تشرع لي الزيادة أو أكتفي بصيام يوم واحد فقط؟ بالنسبة للعاشوراء، نعم، يجزي اليوم الواحد وهو اليوم العاشر، لكن السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم يوما قبله، فإذا فات اليوم الذي قبله تصوم يوم بعده ولا تفرده وحده. نعم. هل هناك نوافل غير الصيام يا شيخ في يوم عاشوراء؟ ليس هناك نوافل غير صيام يوم عاشوراء، يعني خاصة بهذا اليوم غير الصوم. نعم. يقول: استخرت الله تعالى في أمر لكن لم أجد في نفسي انشراحا لهذا الأمر ولا إحجاما عنه، هل أستمر في الاستخارة؟ نعم، إذا كان السفر مبهم ما تدري هل المصلحة فيه أو في تركه فإنك تصلي ركعتين ثم تدعو بعدهما بدعاء الاستخارة، فإذا ترجح عندك أحد الأمرين تعمل به، وإذا لم يترجح فإنك تكرر الصلاة والدعاء
الدعاء حتى يترجح عندك. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.